ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا رابح؟ حياك الله. بس عندي سؤالين أبغى أسألك صراحة. تفضل يا أماني. السؤال الأول، أول حاجة، طيب أنت الحين مع الكلام هذا اللي جالس تقوله للناس ما راح تستفيد شيء، هذا أول شيء، الشعب ما راح يسمع لك. طيب خلي هذا سؤالك الأول صح؟ ايوه. طيب انا ارد عليك بس حتى تنتقل لسؤال ثاني. احنا ما احنا مطالبين بالنتيجه، حتى الانبياء عليهم السلام يبعث النبي يوم القيامه وليس معه احد. احنا قدواتنا الانبياء عليهم السلام فبهداه مقتده، زين. انا مطالب اني ابين للناس الحق، اما النتيجه هذه عند رب العالمين. يمكن الاجيال القادمه تستفيد، يمكن بعد 10 سنين يستفيدون، يمكن بعد 20 سنه. النتيجه هذه ما تهمني. توقيت الاصلاح وتوقيت التطوير او توقيت التغيير اللي انا ابغاه مو شرط يحصل، حتى يمكن اموت انا، ولكن انا اطالب ممكن يحصل بحياتي، يمكن يحصل بعد مماتي. تفضل السؤال الثاني. السؤال الثاني، طيب انت الحين يوم جالس تتكلم وتقول هذا الكلام، طيب احنا الحين الحمد لله في امن وامان. طيب ما في امن وامان مثل هذا. الناس خايفه من الجمس الاسود، ما في امن وامان مثل هذا. طيب ما تشوف سوريا ايش قاعد يصير فيها؟ تبغانا نصير مثل سوريا؟ انا ابغاكم تصيرون زي اليابان يا اخت اماني. انا ابغى السعوديه تصير زي اليابان وزي ماليزيا، مو زي سوريا. طيب الحمد لله. لا لا، محمد بن سيا بنت الحلال، محمد بن سلمان الان هو اللي يقود البلد حتى تصير زي سوريا. محمد بن سلمان الان لما يستفز الناس بالاقتصاد ويقهرهم اقتصاديا ويقمعهم سياسيا ويجيب لهم الجمس الاسود، هو اللي خلى الناس تثور عليه. دائما الدول معروف حتى بعلم الاجتماع وعلم السياسه، يعني حتى بعلم الفيزياء، يعني الضغط يولد الانفجار من غيري انا، من قبل ما انشق انا. يعني محمد بن سلمان الان هو اللي يخلي بلد السعوديه زي سوريا، ما هو انا. أنا أبغاكم تصيرون زي ماليزيا وزي اليابان، مو زي سوريا. من يقول نبغاكم زي سوريا؟ طيب خليني أتكلم. طيب أنا في السعودية الآن، أقسم لك بالله إن في أشياء كثيرة تغيرت، مثل المطلقات الحين صار لهم سكن دعم. ما هذه لازم واسطة. مثلا في واحدة مطلقة دخلت معها ذاك اليوم. شوف أنا أقول لك أنا ماخذ سكن، أنا ماخذ واحد من الإسكان وأدفع كل شهر مبلغ بسيط. أقسم لك بالله. أختي أنا أعرف مطلقات يا أختي العزيزة. أنا مطلقة أماني. ما في احد من الان الطلاق اصلا انتشر. انا اعرف مطلقات، اعرفها بالاسم ومن قراباتي يعني. وفي وحده اصلا دخلت ذاك اليوم معاي، تقول لازم واسطه يا اخت اماني. ما هي بالسهوله هذه، لازم واسطه. اعطيني مجال يا بنت الحلال. انا ارد عليك حتى تنتقلين النقطه الثانيه. ايش فيك انت؟ انا الان ارد عليك وبعدين تنتقلين النقطه الثانيه. اعطيني فرصه، خليني اقول لك. بعهد محمد بن سلمان ايش تغير؟ اول حاجه الحمد لله كان، اقسم لك بالله، ان الحين كل المطلقات عندهم ما كل. لا 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 لا، واسطه بس واسطه يا اخت اماني. الله يرضى عليك. ذاك اليوم واحده مطلقه دخلت نفس كلامك انت، ومدحت محمد سلمان وقالت انا عندي واسطه. في دعم اسكاني، في دعم واسطه. بارك الله فيك اخت اماني. اشكرك على المداخله. شكرا لك. تحيه. ما تبغى احد يقول الحقيقه. طيب شكرا لك تمام. شكرا. مع السلامه. شوفوا يا جماعة الخير، الأخت أماني وكثير من الأشياء يقاس عليها. شوف، دعم المطلقات، التعويضات، التوظيف، كل شيء واسطة. شوف 99% من الأشياء واسطة. الآن ذاك اليوم واحدة دخلت بلبث موجودة بالتسجيل. لا ما والله ما، بالعكس هي أصلا ضد فكري أنا، ما أصلا مع الدولة. بالعكس هي كانت تمدح معزلة، قالت أنا أعطوني أمور كذا وسهلوا الأمور بالواسطة. تخيل، هي تقول مطلقة أنا أعرف مطلقات وأنتم تعرفون مطلقات، والله العظيم مش حدا بالشوارع. يا اخت اماني، اذا الموظفات، انت ما تكلم مطلقات، في موظفات وفي موظفين قاعدين يشحذون، موظفين موظفات، وشلون بالله مطلقه مسكينه؟ هذا كلام ترى مرسل وكلام عام، زي الان هذا جده يعوضون لهم واحد من 5000، عقب قالوا الدوله عوضت وما ادري وين والامور هذه. ما في تعويض، ما في. يقول لك يحط لك كذا تعويض، يقول لك والله في تعويض، بس يحط لك 20,000 شرط فيه بحيث انك ما تقدر تاخذ التعويض. زي الآن الضمان المطور، يحطون لك 20,000 شرط حتى ما تأخذ الضمان. يقول والله عندنا ضمان وعندنا كذا. التوظيف يوظفون لهم 5، قالوا وظفنا 50,000. دعم المطلقات يدعمون لهم 1، 2، 3، ها يقول دعمنا 30,000 مطلقة. هن أصلا بالواسطات. ترى الدولة يا جماعة الخير، والله العظيم هذه الكذب أصلا من سياسة الدولة. حافز حاطين له شروط ومدري وين، ويقول والله دعم المواطن السعودي حافز كل شيء. هذه طريقة الدولة. شوف، دعم. أنا بس أضرب مثال لأخت أماني، مع احترامي لها الشخصي يعني. إذا كان عندها واسطة هي، هذا أمر استثنائي ما يعنيني. زي الآن واحد يقول لك والله أنا والله بالشرك، والله توظفت ومرتاح. يا أخي أنت مرتاح، الله كتب لك، في ملايين العاطلين. زي نفس الفكرة، واحد توظف يقول أنا بخير، يا أخي أنت بخير، الله قدر عليك الوظيفة هذه، بس عندك ملايين العاطلين. بالمناسبة أنا أعني هذه الكلمة، العاطلين بالسعودية ليسوا مئات آلاف، هم بالملايين. ها،
ليسوا بمئات الالاف بل بالملايين، وانا اعني هذه الكلمه بالملايين. ما يصير كذا تشوف والله كم واحد مض. شوف شوف الان اعلانات الوظائف الموجوده، والله والله يا جماعه الخير، حتى انا اقرا تويتر حتى يوم اني بالسعوديه الناس تقول يا ولد شوف اعلانات وظائف وما نشوف شيء. كذا اعلانات وظفنا ما ادري المشروع الفلاني وظف 50,000 والمشروع الفلاني 100,000 يا ولد. تشوف الناس تشوف تفاعل الناس مع الوظائف يقول لك والله ما نشوف شيء، بس كذا بالهواء بل وظفنا وما ادري وين. يوظفون لك نسبه قليله قليله يعني على عدد اصابع اليد الواحده، ها يوظفون بعدين قال وظفنا 20,000. شفت الكذب؟ فما تنطلي علينا يعني خطط الدوله والعاب الدوله هذه، يوظفون لك وحده ولا واحد. هذه الناس خلاص ما عاد تصدقها، ما عاد تصدقها نهائيا يا اخت اماني والكلام للجميع. طيب حلو صوت عقيد الواسطه الواسطه وين الواسطه ما هلا نورا نورا حلوه شكرا نورا الحلوه. طبعا هي اسمها نورا الحلوه، مو عاد يقول رابح يقول للبنات حلوات، اسمها نورا الحلوه لا تفضحون، اسمها نورا الحلوه. في ناس تلعب بعض الاشياء يعني. طيب ابي واسطه بالامن العام جندي، الله يعينك والله. شوف راح للدفاع المدني افضل لك والله. وزاره التربيه صرت فئران تجارب عند وزاره التربيه هذه، وزاره التعليم والله السعوديين صرت فئران تجارب، مره فصلين مره فصل ونص مره 10 فصول. ايش اللعبات هذه يا اخي؟ استقروا على الوضع، جننتوا العالم. الناس تبي تنام وتبي تستقر وتبرمج اجازاتها وسفراتها وامورها، مره رمضان اجازه مره دراسه مره الاجازه قصيناها من هنا مره. استقروا على الوضع يا جماعه الخير والله العظيم. حتى واحد يبي يسيح اهله يبغى يسافر يبي شيء ما يقدر. سوء اداره صحيح، سوء اداره نعم. هل اخذت قرار الانشقاق؟ متى اخذت قرار الانشقاق؟ ومتى فكرت بالرحيل؟ وما هو السبب الحقيقي؟ كلها جاوبتني ابن حلال. ليه فيديوهات متى كذا اسمه متى قرر رابح الانشقاق؟ موجود 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 اخي موجود الله يجزاك خير. من جاء محمد بن سلمان جت المصايب معه. يقول لك ما تذكر يا عقيد رابح محمد سلمان قال ضرائب مؤقته؟ والله ضرائب مؤقته هذه شوف والله ما دام ذاقها، ما دام ذاق طعمها خبلنا والله ما يهدها يا جماعه الخير، والله ما يهدها الا شيء عظيم يمنع. يا ولد ذاق فلوس هذا يحب فلوس، ما دام ذاقها والله ما يخليها. لا لا الان خلص قستات عاد، لا تقولوا رابح ما طلع قستات، ازعل عليكم. شايفين معارضين، اقصد معارضين لي انا، معارضين طلعوا لي ها وشاركنا معاهم برضو، في ناس عندهم اراء معتدله يعني، فيعني سواء المعارضين او المؤيدين يعني طلعناهم كقستات.